آخذ عبارة من خطبة المرجعية الدينية التي تقول: ولا تربطنا أي علاقة خاصة بأي جهة أو حكومية أو قوى سياسية. ما الذي كانت تعنيه المرجعية في علاقة خاصة؟ هل هو إجابة متأخرة على سؤال على الذين كانوا يقولون سمعنا واطلعنا وعلمنا وعرفنا ونحن مقربين أن السيد عادل عبد المهدي رشحته المرجعية؟ اليوم المرجعية تجيب على هذا، أم أن الأمور يعني الخطاب كان يعني أو هذه المفردة كانت تعني شيئا آخر؟ نعم أستاذ نجم، تحية طيبة لك ولمشاهدي قناتك الكريمة ولضيفك الزميل الدكتور ليث شبر. يعني أولا دكتور، عادة المرجعية يعني تنتظر عادة اتفاقات ولزومات الكتل السياسية فيما بينها، فحينما تلتئم على شخص هي لا تعارض وبنفس الوقت لا تؤيد، لكنها لا تمانع، بمعنى أنها عدم الممانعة لا يعني المشايعة والتأييد، لكنها لا تريد أن تخرج عن ربقة الأجمعية، فتكون بذلك تبدي رأيا أو يكون لها رأي واقعي سيحسب عليها وسيسجل في صفحة تاريخها. نعم. لذلك أعتقد في بادئ الأمر كان السيد عادل عبد المهدي، وأعتقد حتى لحد الآن كان يحظى برضا البيوتات المراجع النجفية في النجف الأشرف، وكان هناك شبه إجماع على اختياره بسالف العهد، والرجل يعني من غير المنطقي من غير المعقول بمكان أن يمضي دون موافقة المرجعية. المرجعية هسه إذا المرجعية قالت نحن لم نؤيده، هذا لا يأتي على نحو الرفض والسلب، بقدر ما يأتي على نحو عدم التبني. لا يمكن أن يمضي دون موافقة المرجعية. أنا أقول نعم، وعدم تبنيها له في هذه الفترة لا يعني على نحو التبرؤ منهم، بالعكس من ذلك.